ايه ده انتي بتقطعي الفراخ كده ليه؟ انا كنت عايز صينيه بطاطس بالفراخ. وانا قلت مش هعمل لك بطاطس بالفراخ، هنعمل بطاطس بالفراخ بس بشكل جديد. طب وريني الشكل الجديد لما شفت نشوف. كل الخضار اللي احنا قطعناه ده؟ ايوه هنشوح الفراخ في شويه بصل الاول، وننزل عليها الفلفل الملون وشويه ذره وشويه مشروم، توم بقى اهم حاجه، والبهارات عباره عن ملح وفلفل وزعتر بس. ايه ده خرشوف؟ فين البطاطس؟ احنا سلقنا شويه خرشوف، هقول لك هنعمل بيهم ايه بعد شويه. والبطاطس بدل ما نقطعها عملناها قوارب وقليناها في الزيت. شكلي بيضحك عليا. والله ابدا، اصبر بس، ده انا هفاجئك. الميه اللي سلقنا فيها الخرشوف حطيت عليها عصير طماطم ومعلقتين صلصه وبرده ملح وفلفل ورشه زعتر، لما اتسبكت فردناها في الصينيه. ايوه انا كده فهمت. واتفاجئت. اتفاجئت. هنحشي الخرشوف ونحشي البطاطس بالخلطه الحلوه اللي احنا عملناها دي، ونزود بقى شويه الصلصه الحلوه اللي ريحتها تجنن دي فوقيها.